السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا الصبح وأصبح الملك لله الواحد القهار الذي لا يسهل ينام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا اليوم الصباح كما موالفة النوض اليوم كنت نصور لكم شوية. أنا مفستح عملك الناس كل راهي صلت ورقدت وأنا أنا كنست شوية للكور لا عفوا السطح تحتاني وهاني نكمل في السطح هذا. هاني مازلت شوفوا الغبابر كيفاش دايرين. هاني كل شهر نطلع لهذا خاطر ماهوش ماشي ديما قادره سيتو هاد هاد المده هادي. ها دارنا لتحت يلا نوريكم كلش. قلت لكم كي ينوض الصباح ينوض بطاقه ايجابيه خير له من هذيك السلبيه حتى يكون بيت. قلت لكم بات على غيض وما تباتش على ندامه. لا يدير لك حاجه في الليل الحاجه ما تنوضش معاه سواء راجلك سواء وليدك سواء بنتك. هاي كاينه الدنيا هذه سواء العزوج العزوج ما ديروا له حتى حاجه. ديروها امك ديريها امك كي ليه بيله شوي ما واللي عنده بيلي طيش وهلا لا ها البيبينيار تاع توغورت هاياك شيران كل راكدين حوريه ينايضة. صبحكم بالخير. انا ديما نشتي نقرا الفجر وليالي عشري والفجر يعني الصباح نشتيها ياسر. انا كاين ايات صور نبغيهم ياسر نقراها لكم شويه طاقه ايجابيه مليحه ياسر. ربي يقسم بالفجر والليالي عشر ليالي العشر هما عارفينهم كيفاش نمشي نفسر لكم القران. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بذات بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن الإنسان ذي ما ابتلاه ربه فكرمه نعمه يقول ربي أكرمني وما ابتلاه ربه يقول ربي أهانني كلا بل تكرمون اليتيمة ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يتذكر الإنسان وأن له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في جنتي وادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. صدق الله العظيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دائما استغفر الله في سر وعلانية. ما كانش كيما الاستغفار ويا لطيف وديك ربي يثبتنا ان شاء الله يا ربي عند السؤال والدنيا ما فيهاش احنا انا عايش الدنيا كاني راح نخلد فيه وبصح نتفكر الغدوه كاني راني نموت تركه ماشي غدوه. ردوا بالكم اخدم الرب والعبد اخدم السر وعلانيه. رد بالك راك ترقد في قبرك وحدك. قلت لكم كان عطيته حاجه راهي ما تندموش عليها. كان عباد هكا شويه يدهم من دايره بصح ربي يهدينا يدهم شويه مغلوله لي ما نديرش ماشي ترقد معاك لا من يديها معاه. واحد عنده دومالي هكا في القبائل قال لك هز يديه هكا قال لهم خرجوا لي يديا من النعش باللي الناس يشوفوني باللي ماني مدي حتى حاجه معايا. وصح خرجوا لي يديه وعادوا الناس يستعجبوا قالوا محسوب ذاك الناس ما يعرفوش قال لهم خرجوا لي يدي خرجوا لي صفر اليدين رايح غير بالفعل نتاعو. ردوا بالكم لا على كلمه ولا على حاجه خايبه. انسان بشر يغلط سبحان الله ايه بصح ما نتمداش نتمادى نتغلب على نفسي والو يتغلب الواحد يتغلب باذن الله يتغلب ايه خاطر ما فيها الدنيا حتى حاجه. هاكو تشوفوا في الناس كان هنا ها كان هنا يا ربي يرحمه. حنا نكثروا في الكومنتير نكثروا نقولوا غير ربي يرحمه مهما يتشوطوا عليه هذاك الميت اهله ماهوش كيما اللي ماهوش هو اللي راح بعد راح ما عادش يرجع ابدا. ايه واحد طاقته الصباح ينوض هاكو شوف انا بديت ندير نكمل هاد الكناسه
نرجع لكم. هاني يعني شملتو كلمو في حاجه ونهبطو لتحت ونكمل لكم. على قلت لكم الطاقه الايجابيه ما كانش كيف هذه، ما يكون ايجابي الواحد هو ما دركا كيدير لك عبد حاجه في الليل هي وما تنوضيش معاه، سيتو الراجل ولا المراه ديما كي اللي تقولي شاربين واحد الحاجه ماشي مليح. الناس كل اما واش غير انتيا ولا انا، اما الناس كل هكا عم تقولي عديان الراجل ولا المراه تقولي شربوا لنا واحد الحاجه. المهم انتيا انتيا قلت لك الجنه تحت اقدامك، ماشي كيكا برك، كبري بالك. داك راجلك ماهوش خوك، هو خوك وداير فيك المنكر ناسيا واه كنتي في داركم. ايه ما ديريش وما تدخليش وما تخرجيش، وخوك عزوة. صحيتي ايناس، صبحك بالخير والعافية الحادقة. قلت لك ما تنوضيش معاه، خاطر تنوضي معاه تباتي ماكيش قد قد هايك بالشر الخير هو فوق الاخر. قول لا لا مسعودة في القرارة هذيك، ان شاء الله بالشر الخير لينا وليكم المؤمنين. قلت لك ما تنوضيش معاه، خاطر ترقدي في ليله تباتي في ليله اولا تنوضي ماكيش قد قد ما نديرش معاه، كل ما نوضش معاه داك راجلك قال كلمه ولا حاجه حقريه اولا وعادي عادي ما تكبريش الموضوع، خاطر الليل خلي للصباح كيشرب قهوته ويقعد مليح. ولا كان الكلام لازم تتكلموا، بس نتكلموا مع بعضهم ماشي مع ققل. كاين اخرين يتكلموا غير بالورقه، داك العام وحده قالت لك نحط له ورقه راني رايحه ولا راني جايه ولا داك، ها كيفاش واش معناه؟ علاش انا حنايا ما ناش حتى جينيراسيون وحده وتلقى رينا اللي مكبره بال؟ علاش راه يتنحملني هاك كنت كي تشوف ولدك تقولوا حطها وديك ومن ويا ما كان حطها لا ولا انا اللي دارتها، انا اللي دارتها وهو عارف وهو يسمع تاني. مش كل الناس هاي مليح، او لازم كاين لقيتي زوجة متفاهمين الدرك على واحد راني هابطة. شوفوا دروشنا كيفاش دايرين محديد باش ما تقعدش الضالة، خاطش الضالة تاع المنكوبين بكري ماهيش تقيلة. ايه مكانش عندنا الدراهم ياسر باش نعاودو نحوها ونعاودو ضالة واحدة أخرى وعرس لتحت، بس كنت عطوهم لنا سي باسا. قلت لك هذاك هو، انا عندي شويه حوايج انا نغسلهم درك انا نكلس قبيله هذا ده وحشنا الصغير ها تشوف من فوق هذا اول مازال هاني الاولى كعافي في الاخر هذا ما فيش كليماتيزور ما نقعدوش فيه ياسر والو كان عاقبينها. شوفوا البلاكارات درت هكا باش تحمزوا الديروا يلا ها البلاكارات وهكذا. هذا الاول اللي يدي ديك الصال دو بان والكوزينه ها شوفها كيما تاع الكوزينه داك الحيط قلت نديرو كي شغل صف واحد هكذا فهمتو ها هاك هاك الكرسي تقابل بعد تحوفه ياك نضحك والله كذاك هو. او عندي هنا باش نوريكم لا شامبرا كوشي يلا ايوا شوفو كان يلا مازالت الدنيا منا او عندي طاقه منا الزقاك علاش ياسر باش نشوف. وعندي هنا شويه حوايج اللي قلت لكم دوك نديرهم ما نديرش التحتانيه على خاطر دير الحس تاع الكوزينه قلت ندير هنا خير ورا نوض يصلي ويعاود يرقد خلو يرقد شويه كويس. هذا هو قلت لكم دائما لازم كي تتعاري ما تتعاركيش كي ما تتعاركيش توا تقولي تجيب تاعي في عشك تقولي تبكي هو يخرج يبدل الجو مع صحابه ويضحك ويلعب ويجي مشنف. لا لا انت خليه يضحك في الدار يضحك البرد كيما صحابه دغدغيه او يشتي الدغدغيه قال الراجل هاي الكوزينه تاعك زين ما صدقتش كنت مريضه شويه. ايوا يلا داك هو بعد هذا هو قلت لكم لازم يكون الواحد ايجابي فهمت، لازم يكون ايجابي ما يكونش سلبي.
في كل حاجه مع وليدك مع بنتك مع ذاك. كان وليدك خارج ما تدعيش تقولي له ان شاء الله ربي من قبل تربح في قلبك روحي واش عليها يعني امك وذاك هو يتكاكى بعد ويعاود يرجع يقول امه وكيفاش دارت لك. هما كاين عباد لي جان كيما درك انا نخاطب فيكم نتوما لي جان يا ابو شوشه انت يا ابو سروال امك لي جايباتك من جايباتك ها مرضعاتك وهزتك 9 شهور وذاك كي تكبر تعود ماكش عليها تعود لا تزنبل وتعاود دير واش كيفاش كيكا تعود تنهار عليا خايفه منك مسكين ما تخافوش من هلك من ولادكم من الصغار من الصغر انت قبطي ردوا بالكم هذوك اللي فلتوا وكبروا كبروا دوك الصغار لا او يتربى او كيف لك الواش يعود كيكم عزر ديما بحني به دخليه لروحك هو كبير كيك وقاعد يحدك او يبغي الحنانه تاع الام ما كانش كيفه قلت لكم البرة تلقاه كون يسب له امه واحد الحوايج مهر عليها ويدير فيها وكيسبها لهم بعد كيفاش تسب لي امي وتولا شن امك هذا دير فيها الخير كاش يسبوها لك البرة وما ضب راسها ياك غير سبانا بالفم انت واش داك توصل روحك تيسبوها لك وانت على واش دير لك هاك مسكينه تغسل وتدير وهذه الحاجه المليحه للوليدي هذيك الديكه وانت كيتنط بظهرك هو ايامكم انتما البنات تلقاها كي تدخل الكوزيره تغسل فيه شويه ماعن عم بالها دارت حاجه مليحه هاني غسلت لك وديك الواش كتنهار عليه هذيك امك هو امك جاباتك وداك ومدى بها دير لك الحاجه المليحه علاش اي الواغ اللي قل ما يليقش الواحد يدير الحوايج اللي يعود الحق فيه تيها الطفله قدري امك مشي تعود مسكينه هي اللي تسكت سيتو نتوما قريتو وماتكم قاريين لاباس عليهم تلقاها دير لك في حاجه كي تقول لك ما تخرجيش كي تقول ما ديرش ديك الحاجه من مصلحتك او الشرف كي عود الزلم يتردوا بالكم لا تفايز انت كي تدير عود الزلم تتشعلوا ها تعاود تشعلوا هذه بريكه وا عود الزلم الشرف كيكا تكون شريفه الطفله ما تخرجش ياسر هل واش داك التزقيل تاع الزقاقات ولا صاحبتك قالت لك ما تروحي لاش هي خير منها قعدي انت مع امك وهضري لها وديري لها انت تهضري صاحبتك على الحوايج اللي مامش قد وامك خليتيها انا كاين بنات الله داخلين كي القراده كيف امتهم انا باش نقول لكم الله تقولي صاحبتها وما شاء الله عليهم انا نعرفهم وما عارفيني نعرفهم ما شاء الله عليهم من الدار تلقاها غير أم انت ديري وتوما البنات كي تكبروا ما عتوش خاوتكم كانوا في الدار ما عتوش تلاقى ديك البيجامه ولا ديك الحوايج اللي مصيره ديك كاين عباد اللي ما تبغيش وما تقولش شاف الدار على جالك كاك يقول لك بنتي وين نروح لبسي القندوره في الضفاضه كنت لا ترقدي لبسي ديك البيجامه على الشرط شرط السياره ولا كاو انا بكري والله يا امي وانا يرقيقه والله كي نعود راقده وبي وخويا عمري ما نتكسر حتى قدامهم تعرف ديما حتى في الصيف نتغطى باش ما نتعرى حتى من جهه وما قد ما لبس السيفيليزي برا عمري ما لبست العريان ولا ذاك عمري في العمر ولهذه ساعه ما زلت نحشم منه بي وخويا عمري ما ندير في قدامهم كذاك هل واش كيك هذاك واش يقولوا له كان بيات عينيهم ما مش حاشا البعض بصح واش كي الطفله هذيك دايره كاكا ولا لا لبسي محترم يحترموك تا خاوتك ولا هل واش حسب لا موضه ولا واش هي لا موضه باش في السيفيليزي ولا في اللبسه الخايبه ولا لا موضه في الدماء واش ديري واش قريتي واش هذا هو لا موضه ولا موضه في داك الحوايج هاكون لا موضه راهي الناس راهي ديك الناس اللي ما تقراش ولا داك راهم دايرين فوق راسهم ما كانش ما تعايروا في الوزاره تقولوا ما مش قاريين وهما في الحكم وانتم تلبسوا الحوايج اللي ما مش قد وانتم ماكمش قاريين ما عندكم حتى حاجه في الدماغ حاجه اللي ما يسهلش المهم هذاك هو هي جتوني من بعد راح ندير مطويات دركا ونشربوا بهم القهوه كان ما طفليش الاخر نوريكم سنيتنا هاليكم شط الحوايج هاي طلعت الشمس هيا كشتوها هاي هو النهار في سيقضى يعني بكري قال لك اللي فاتوا بكري روح يكري قلت لكم العزوج هذيك عزوجتكم يعني اما راجلكم كان هي معذرنا يعني ما يعني عند روحها يعني ما فيهاش الكلام ياسر ما
بالعقل معاها من النهار الاول بالعقل، ما ترخفي الحبل ما تطلقيه. وكاين عباد مسالمين مساكين، عزايج مساكين يشوفوا والله يديروا يخافوا من نساوين ولادهم، ماشي يخافوا منهم خوفان، يقدروهم ودوك مش معذرين عليهم ومدايرين هلواش حي تروح لا ناسين باللي ما الفراق كاين فيها فيها هذيك يم وين يطيشها ها طيشها تطيشي امك وخوك تتقبلي من يدير له كيما كيف كيف حتى اللي ما عندوش الخو يدير هذيك امه اخرين لي زيسلاميست ما نقولهم لي زيسلاميست هذا هو تعرفوا الاخوه قالت لك ما في الدين قالت لك ما هوش حضرك في الدين قال طيشوهم ولا طيشوا الام ها كيفاش دايره هذه اللي ما تدير لهاش ولا وكان طيبتي لها لقمه وعطيتيها ولا حتى كان خو عازب ولا هي ماهيش قادره ولا ها حتى تكون قادره ديري الاحسان تلقي الاحسان تلقي في دوك الوليدات اللي مجايين ام ولاتها حتى هي هذوك الولاده اللي كيوالدتيهم حتى هي ولاده مع عزم الولد غير ولد الولد هاكو انا نكبروا احنا كنا انا كنا صغار انا كنت كبيره هكا كنطبع الشجره واه شجره حطوني كيما حطوا دوك الشجر نتاع الشادي داك العام لا لا نبته صغيره وناضت وكبرت وعاد تعرف وعاد دير وديك ديروا الاحسان تلقوا الاحسان من جميع المراه اللي دارت الشر في زوجتها ولا في طفلتها اللي جا مسكينه تقول لك يتشرشيلي ما يتشرشيلك ما ولو جبديها ليك حن عليها ديري لها اختي ديك كاين اخرين كيغضبوا من عند رجالاتهم يروحوا يرقدوا عند نسابهم عند نسيبتهم ديرها في حجرها تنوض الصباح تغسل وليده هذا كان قدرت له كان ما تقدر لهش هاي بالعقل حتى يقول هاي مع امي كيفاش دايره هذه اللي ندير لها حاجه ولا داك على بها تقدروا الطلاقات وتطلقوا كثروا الحوايج اللي ماهمش قد ها كيفاش انت صغيره مازال جايه الدنيا مازال حنتك في يديك كيف المحكمه على خاطر ما كيش دايره الحسان في دوك ولا نتوما حتى نعاودوا نرجعوا ثاني للعزوج والطفله والمرت الخو الكبير كي تجي العروسه ماشي تقعدوا دايرين عليها هي عروسه مازالت هي راقده في مخزنها هو لا ترقد في الذكوري حليل هي غالقه مخزنها هي مازالت شهر العسل ها مازالت ها بالعقل وهي صغيره ديروها بنتكم ديروها اخوتكم ثم تتعذرنوا عليها ديروا لها حتى مسكينه يعود هو طالع هابط من مضايق صح فضيلو بمرته انت جبتوها وخسرتوا عليها وبنت الناس ويا جبتوها من الزقاق حتى كل اللي جبتوها من الزقاق ماهيش مجروبه هديروا ربي في بالكم انت تي الطفله ما عرستيش ولا هجاله ولا داك كيفاش تحمزي من مرت خوك مرت خوك هذيك خلونا من هاد الحماز والغيره وديك خلونا منها يدي الجهنمه حليل انت ما عطاكش ويا ربي عطيها وخوك تستحفظي له بمرته كي تستحفظي له بمرته عاد خايب ولا حرام كي ديري لها الحاجه الخايبه وتطلق مسكينه ثاني كانت ساعات بكرشها ساعات عندها وشير ولا يقعدوا يبكوا مساكين هما يتكلموا في التليفونات لهذوك الائمه نتاع القنوات هاو دار لي هاو دار لي هم طلقوني علاش ديروا المهكه يا لطيف الدنيا فيها الموت وكنت ما تعود دمعه وخنونه ما تبكوش عليه كنت داير فيها الشر ولا كي تجيبوا مرأة أخرى تحكوا لكم الفلفلة تقولوا كانت ديك كانت خليها ديك استحفظوا بولاد الناس استحفظوا بيهم ربي يستحفظ بيكم استحفظوا ما تحمزوش منهم قالت أما العزوج كي يجي لمرت الوليد يضربها خيط التريسيتي وعندها الحق والله يضربها خيط التريسيتي وتكبر بالها ما كانش عزوج جاتها مرت الوليد وما ضربهاش خيط التريسيتي تحمز يعني يكذب عليك يقول لك انا ما نحمس داك اللي يقول لك انا ما نحمس هو اللي حمز يكثر من نبغيك ثاني نبغيك نشتيك ونبغيك اللي يبغيك بالفعل ماهوش هكاك برك نبغيك ونشتيك ومدى به يذبحك هذه هي انا تعاسبت وتهيجوني هذا هو انا نشوف الواقع في الدنيا كيفاش دايره غايضيني العباد غايضيني داك ما تبقى على واش انا في داري وعلى بالي واش دخلني في الاخرين بصح الدين ونصيحة الدين ونصيحة إن شاء الله راهم الناس اللي عندهم هذه المشكلة يسمعوا فيا باسكو هاي الدنيا دايما ربي ورب العالمين تتحطوا في قبركم وحدكم وتتحاسبوا وحدكم يعني الله يثبتنا على زوج كلمات لا إله إلا الله محمد رسول الله ما نعرفوهمش كنتحطوا في القبر يحللنا بالحليل يلا
ان شاء الله ان شاء الله تتقبلوني في في هذا في هذه النقطه الصغيره هذه. اي قرصت ودنني عارفه بصح ما من خوتكم لا امكم ولا صديقتكم ولا حبيبتكم ولا كيما تحبوا تنادوني نادوني. انا حابه غير الخير خاطر الدنيا ما فيها كتشوف المرض هذا هو اليوم هيجني انا حتى القدير ماهوش قادر الواحد كان انا كنت كل غزاله الله يطلع للسطح النور ندير دي ما كانش بالدركه الله ماني بلاتي بلاتي راني غير بالله اسمح بيناتنا فوالا يلا الى اللقاء في المطاوي. هاي لكم طويتي تير هاي طيب فيهم نعطي الحليب للقطوط هذه ما تحبش مع الاخرين ما تحبش تشرب مع الاخرين. اشرب اشرب حاجتك واحد اشرب اشرب يا حدك شربتي اروح عم شرب شوية الاخرى لازم تكملها له واحد هاي يلا مش تفلسوني لله اشربي اشربي هاي تشرب وحدها ما تخاف من الاخرين اشربي حادي بسم الله اشرب خافيش خافيش صور فيك برك حادي باش يشوفك نوفي نوفي الخلين يلا اشربي حادك اولي كل الطابي نتاعنا جاب كل طريين هايلين هيا نعيمة جيبي البنات وروحي مع رضا مليكة روحي معاه آسيا سيرينا هاي سيرينا صغيرة هايك يلا صحيتكم في الجنة هاي بقت لي شوية كطوت البارح هاوليك الكال تاعنا قلت لكم أمي دايما بكري دير لي وحدة صغيرة دروك حتى أنا وليت ندير وحدة صغيرة نقول لكم قولوا هبيله لا قولوا ساعات نقول هذه بنتي ديرها كاكه برك ساعات كي نطلع على السطح دير هكا يدي نجيب ديك اللي طفله صغيره معايا نقول لها روحي بنتي طلعي معايا قلت لكم دائما احن على قهوه امي هي كمخلطه ساعات ونخلطها مش دائما كي تنفح لي برك الو غايلك يرحمها ويوسع عليها يا ربي هاك دارتكم المطويخ انا حتى نجتني الدمعة ولا ساعات كان ديكوني ولا يا وحدو الشيطان نقول لها روحي بنتي نقعد نشد هكا في الهواء نشد ديك الطفلة نطلع فيها في الدروج نونس بها سيرتو في الليل نقول لها يا بنتي روحي معايا باش ما نخافش هي طلعي معايا ونطلع الى هبيلة قلت لكم الدنيا ما فيها حتى حاجة ساعدوا بعضاكم وهذه هي يلا شهيتكم في الجنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.